بسم الله الرحمن الرحيم. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. واي شل عرسة، ليش عافسين الصالة كذي؟ ليش يعني يما؟ متى ناوية ترد الخدامة؟ يما الخدامة شكلها ما هي رادة، الرقم اللي عطتني إياه أدق عليه أصلا ما يقرب الخط، الرقم ما عطيتني إياه غلط. يا حسن لا ترد. أحسن؟ ليش أحسن يما؟ يما لأن أنا أحبك، أنت كل شيء تسوي لنا، توكلينا، تقعدين حق المدرسة، كل شيء. إي بس أنت ما تدرين يا يما أنا إيش كثر أتعب، بس ما يخالف، تعبكم راحة. يما أنا يعانت. أميرتي حبيبتي الصغيرة الحلوة إيش تبي تاكل؟ أبي توست في بيض، بيض عيون. من عيوني. وأنا بعد يما أبي نفس منى، توست وبيض ععيون. ان شاء الله يما. ومياستي حبيبتي ايش تبي؟ انا بعد بس انا بعيون ما احب لبن. ان شاء الله من عيوني، بس اروح اسوي لكم عشاء، بس عقبها تشيلون كل دثرتكم. متفقين؟ موافقين يا بنات؟ موافقين. زين، وانت راح اسمع لك الايه اللي صار لك ساعه تحفظين فيها، وانت يا يما مناتي ترى هذه المسائل كلها براجعها لك. زين عفية الشاطره، يلا بسوي لكم العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا تواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. يبا من من حبيبتي شلونك يبا؟ يبا عيال وينكم؟ أمي بالمطبخ قاعدة تسوي عشاء. المطبخ تسوي عشاء؟ مياسة شلونك يبا؟ هلا حبيبتي. هلا يبا ناي شلونك يبا؟ تمام الحمد لله. في المطبخ تسوي عشاء؟ عيل هذه خوش فرصة قاعد تعشى معاكم. انتم ولهتوا على ابوكم؟ امبلا. يبا عطونا تذاكر كرنفال مال دوام امي، راح نروح له. على خير ان شاء الله. تعال يبا. انت؟ انت شو مدخلك هني؟ انا ما دشيت من الدريشة، داش من الباب يا يبا. ما تستح على وجهك؟ ياني بنصاص الليالي، شو يقولون عني الجيران؟ ما تستح؟ واحدة مطلقة بروحها هي وبناتها، شلون داش علي انت الحين؟ أولاً أنا ماني غريب يا نادي، أنا ريلك. ثانياً أنا أبو هالبنات الحلوين. أقول أهو أطلع برا، أطلع وخلي الناس طيبة عليك. يلا تفضل أطلع برا يلا. بعدين خل أقول لك شيء، أنا كنت مرتك، أنا الحين مطلقة منك، وبعد بحياتي ما أرجع على ذمتك. أهو فارج يلا. شهدتوا على أمكم؟ شهدتوا علي؟ أنا يبا مشتاق لكم، وياي قلت أقعد معاكم أطمن عليكم، شفتوها حرمتني منكم، قلت أتعشى معاكم مو راضي. أقول اطلع خلي النفس راضية عنك، أنت اللي سويت هالشيء بنفسك، يلا هو اطلع. ما علي يا نادية، الله على الظالم. شهدتوا على أمكم يبا؟ شهدتوا علي؟ يلا قعدوا. يما حرام، كان أبوي يبي يتعشى معانا. صدق يما، ليش ما خليتيه يقعد معانا شوي؟ ولا كلمة تتكلمون، هذا حكي كبار ما تتدخلون فيه، سامعين؟ خلي خواتك ياكلون وبعدين شيلي أغراضهم، بروح أقعد بالدار مالي خلق. إن شاء الله. أعطيني توست. أبي توست.